كاش من 111 من المسلمين الذين تم القاء القبض عليهم في تعين، وهم مسلمين من الفرقه الاولى من الراح ومن تجمع اليمن للاصلاح، ويقومون باعمال القتل ونهب وسرق شيئا يشعرون بالصحف، وبالتالي عرضهم على وسائل الاعلام المرئيه في القريب العاجل. حتى تبين الناس لماذا فعلا هذا العنف الذي حدث في تعز ومن الذي قام به، وهدفنا بالدرجة أساسية إطلاعكم أنتم في الجزيرة. قبل ذلك سيد عبدو، لماذا أصلا تأخر تشكيل هذه اللجنة العسكرية التي من المفترض أن تشكل بعد 5 أيام من تاريخ إمضاء المبادرة الخليجية؟ لا، كنا انتظرنا الأسماء التي قدمتها المعارضة فتأخرت، وبالتالي كان التأخير من عندهم وليس من عندنا رئيس الجمهورية، لأنه حرصنا بأن يكونوا موجودين يعني بنسبة كبيرة جدا في اللجنة لكي نقول الحقيقة ونضع معا النقاط على الحروف ونثبت للعالم وللدنيا كلها أن انتهاكات حقوق الإنسان ليست موجودة في هذا البلد الديمقراطي الحر منذ 20 سنة. لكن هذا التأخير سمح للأسف بنزيف دم جديد في تعز وما زال إلى الآن ينزف. لا يا أخي الذي يبدو، أنا عندي أسماء قلت لك 111، أولهم يحيى حزام ناصر سيطان، وآخرهم على كشف يعني ليس كذبا، وآخرهم يا أخي عواد بني سيد حسن مرسلي من اللواء علي محسن معظمهم، والمحميد الأحمر، ومهمة محددة بالقتل والقلص، ودربهم تدريب عالي التقنية، لا هم فعلا إرهابيين بكل ما تعنيه الكلمة، سنعرضهم على قوات مكافحة الإرهاب حتى يتبين للناس وللدنيا كلها من الذي يدعون الإرهابيين. ولكن إلى حد الآن سيد عبدو الناس ما زالوا يتساءلون هل فعلا هناك تسوية سياسية، عفوا، هناك انطباع بأن في اليمن مساران مختلفان، يعني مسار التسوية السياسية الذي يطبخ في الصالونات والغرف المغلقة، ومسار الواقع الذي يرفض هذه التسوية وهذه المبادرة، والرصاص الذي ما زال يسمع في تعز وفي بعض المواقع الأخرى، يعني كيف لهذين المسارين أن يلتقيا؟ أنا أضرب صوتي إلى صوت الشباب والجزيرة بشبابية. الشبابية في عملية تشكيل الحكومة، الشبابية في عملية التسوية السياسية، الشبابية في معالجة قضايا الشباب، الشبابية في أعمال القتل، الشبابية في كل شيء، لأن الشبابية لا تستطيع أن تحدد لنا من هو المجرم. وحتى لا نكون نحن ضحايا الإسلام الناتج عن غياب الشبابية. يعني كل شيء معلق على مجب الشفافية. أشكرك سيد عبد الجندي. الشبابية لا يكسبون لا شيء بشكل العقوبة الطلب مستند واحد. شكرا لك عبد الجندي نائب وزير الإعلام اليمني من صنعاء. وفي أرحب شمال صنعاء.